ما احنا لو ما اتكلمناش هنبقى عبيد لشركات بتبيع عشان تكسب مش بتبيع عشان تدينا الصحة. اول حاجة اول ما بصحى بشرب بجيب مية وقطرات ليمون، والشلاجيت مصدر المعادن ومصدر الطاقة الاقوى على الاطلاق. دلوقتي الحمد لله اتوفر في كل الدول العربية وبقى ليه موزع. هيبقى كل دكتور اكل عيشه من شركات الادوية ويطلع يقول انتوا دجالين. الله ينور عليك. ايه الجينكو بيلوبا؟ هحط لكم الحلقة مش هتكلم عليه. انا باخد اسبوع الامتحانات كل يوم قرصين جينكو بيلوبا، يعني على الساعة 10 او على الساعة 11 عشان يفتح لي مخي، يزود الدم في المخ مخي. هيبقى كل دكتور اكل عيشه من شركات الادوية ويطلع يقول انتوا دجالين. ال ثيرونيت باخد 400 ملي جرام ال ثيرونيت الساعة 1. هيبقى كل دكتور اكل عيشه من شركات الادوية ويطلع يقول انتوا دجالين. الساعة 4 بعمل عصير الطاقة اللولبية. ايه عصير الطاقة اللولبية ده؟ بنزين طيارات. بقول لكم انا عملت حلقة عن منتجات النحل، العكبر وغذاء الملكات والبروبوليس. التلاتة دول قلت بيدوا طاقة للجسم غير طبيعية. اما احنا لو ما اتكلمناش هنبقى عبيد لشركات بتبيع عشان تكسب مش بتبيع عشان تدينا الصحة. يعني حليب لوز او حليب جوز هند طبعا من غير سكر، بحط عليها البودر البروتين بتاعي عشان عضلاتي ما تخسش اليوم ده، بحط السبيرولينا عشان تديني طاقة وتديني مغنيسيوم وتديني بروتينات، ولكن الاكثر بفتح ثلاث كبسولات الثلاثة مع بعض، في كبسولات كده الغذاء والعكبر والبروبوليس في كبسولة واحدة، بفتح الثلاثة دماغي بتفضل منورة للساعة 10 او 11 بالليل. الطاقة مستوى اخر، الانرجي مستوى يعني هيبقى كل دكتور اكل عيشه من شركات الادوية ويطلع يقول انتوا دجالين. يعني انا بكتبه على طول للناس اللي عايزة تنام، اسمه enjoy the dream، يعني استمتع بالحلم. فيولا كده بشربها قبل ما نام، تلاقي مخي قفل، في مغنيسيوم وفي ميلاتونين وفي كذا ثلاث اربع اعشاب وتريبتوفان يخلوك ترخي خالص وتدخل في الديب سليبنج. يعني ساعد ناس كتير قوي في النوم والاحلام، بس انا ما عنديش مشكله مخك ياخد كل الطاقه. الجينكو بيلوبا رهيبه قوي في فتره الامتحانات او حتى ممكن عليها ثلاث شهور، بتحسن الزهايمر والذاكره. مجموعه منتجات النحل طاقه وخصوبه ومناعه وتحسين هضم انزيمات هاضمه، شيء رهيب. هحط لكم الحلقه تابعوها الناس اللي ما تعرفش منتجات النحل عظمه ربنا وقدره ربنا فيها ايه غير طبيعيه. اللي ثيرونيت للطاقه، وانجوي ذا دريم او استمتع بالحلم قبل النوم، وسبيرولينا عشان تديني طاقه، وجوز توت اسماك. اعملوا اللي انا قلت عليه ده.